السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الطلاق، نبدأ من أوله لأننا في الأسبوع الماضي لم نأخذ إلا سطرا أو سطرين، فنستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعاً للضرر عن نفسه، ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصاً ودناءة، وربما أفسدت عليه فراشه. وعنه يجب الطلاق هنا لقوله: أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي وتقدم، وقال: لا ينبغي إمساك غير عفيفة. هنا يعني مر معنا هذا في الأسبوع الماضي، ولكن نعيد باختصار. الطلاق تكتنف الأحكام التكليف الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، على القول بأن الإباحة من أحكام التكليف وهو كذلك. وبدأ الآن بالإباحة لسوء عشرة الزوجة، ولكن كما مر معنا أنه لو قال للحاجة كان أدق، لأن سوء عشرة الزوجة قد يكون أحياناً يستحب، وخاصة إذا كان هناك ضرر كما أشار المؤلف رحمه الله. ثم إنه يلحظ أن المؤلف في هذه الأحكام ركز على ما يتعلق بالزوج، أي الضرر اللاحق بالزوج، لكن أحياناً يكون الطلاق لمصلحة الزوجة كما سيأتي بإذن الله. قال: ويسن إن تركت الصلاة، وبينا أن ترك الصلاة بالكلية يجب أن يطلقها، لأنه لا يجوز أن يبقى مع امرأة لا تصلي. ولهذا ذكر قال: عجز عن إصلاحها، وهذا صحيح أنه يحاول إصلاحها قبل طلاقها إن استطاع. فنقول إذن الوجوب كما قال عنه، ويجب طلاقه هنا، لأنه لا يجوز أن يبقى مع امرأة لا تصلي. كما أيضا أن المرأة أيضا في المقابل، هذا الذي أقول أنه ركز على جانب المرأة، أنها لا تبقى مع رجل لا يصلي، لكن إن طلقها وإلا طالبت بالخلع. وهذه مسألة مرت معنا في كتاب الخلع، لكن نؤكد هنا لأن بعض الناس قد لا يصل إلى الخلع، يكتفى بالطلاق بدون عوض. فلهذا فكما أن له حقوقا هي لها حقوق، كما أنها تتضرر، كأنه يتضرر من بقاء زوجة لا يصح البقاء أو لا يصلح البقاء معها، هي كذلك أيضا تتضرر من البقاء مع زوج لا يصلح البقاء معه، والله أعلم. ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، ولحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود. هذا سبقا قلنا أنه ضعيف، وبينت أيضا أن شيخنا الشيخ محمد قال أيضا أنه لا يصح لا من حيث السند ولا من حيث المعنى، فقد يكون أحيانا الطلاق من حب الأمور إلى الله. إذا كانت المرأة فاسدة فإن يكون الطلاق هنا كما سيأتي قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا، فإذا لا يصح متنا، يعني لا متنا ولا سندا. وهنا أيضا نقول أنه صح يكره من غير حاجة، لأن بعض الناس كما يقال عنه أو بعض الأزواج مزواج يتزوج ويطلق. نحن لا نحرم هنا الطلاق، لكنه قد يدخل باب الكراهة إلا إذا ترتب ضرر على الزوجة،
خاصة أن إذا كان هناك أطفال كما بينت مرارا يترتب عليه مشكلات كثيرة اليوم خاصة في جانب التربية وغيره، فلا يطلق لدون حاجة والله أعلم. لكن قلنا إن دليل الكراهة هو آيتي الإيلاء، وقال العلماء أقوى في هذا الأمر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قال العلماء هذا تهديد، فإن فاءوا فبين الله سبحانه وتعالى أن في الفيئة هنا غفور رحيم، أي أن معناه أنه ذكر الغفران والرحمة، لكن عند الطلاق قال سميع عليم، قالوا هذا الأسلوب وهذا التزيين نوع تهديد، وليس تهديدا بمعنى العقوبة، لكنه بمعنى أن الله في هذه الحالة لا يحبه، في هذه الحالة نقول دون حاجة والله أعلم. ويحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه، قال في الشرح وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه. هذا أيضا يسمى عند العلماء الطلاق البدعي، الطلاق البدعي، ومعروف أن البدعة ما تكون إلا في العبادة، لكن قال العلماء تجاوزا، فكما أنهم قالوا إن الطلاق الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى طلاق السنة، فجعلوا المقابل له طلاقا بدعيا، أي أنه على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هذا خلاف قوي جدا بين العلماء، سيأتي له حديث بإذن الله، أنه إذا طلق الإنسان وامرأته حائض أو أنه في طهر جامع فيه، وهذا أكثر ما يقع، خاصة في طهر جامع فيه، فمن أكثر ما يقع الطلاق في هذا الأمر. وهذا فيه لفتة مقصودة، لأن أكثر أحوال الناس أن تكون المرأة، أقول أكثر لا أقول دائما، في طهر جامعها فيه أو وهي حائض، فالإسلام يريد أن يؤخر الطلاق ويجعل له أوقات ويجعل له كيفية، فجعل الطلاق البدعي قال إما في الوقت أو في العدد، فكونه طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه قالوا هذا هو وقت الطلاق فهذا بدعي، وفي العدد ما زاد على واحدة، لو قال طلقتك طلقتين أو ثلاثا على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله، هل تقع الثلاث أو لا تقع والصيغ المرادة، لا أريد أن أستعجل الأمر فيه، فالصحيح قالوا هذا طلاق بدعي أيضا، لأنه إذا تجاوز السنة هو أن يطلق إنسان طلقة واحدة ويدعها حتى تنتهي عدتها، لماذا يتعدى ويطلق طلقتين أو ثلاثة؟ وكما قلت لكم سيأتي إن شاء الله بيان وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي أول عهد عمر، فلما تساهل الناس في الطلاق جعل عمر رضي الله تعالى عنه الطلاق الثلاث ثلاثا، الطلاق بالثلاث ثلاثا تأديبا ونكاية بهم. طيب هل الطلاق في النفاس يلحق بالحيض؟ العلماء في أغلب أحكام النفاس ألحقوها بالحيض إلا في مسائل استثنوها، ولذلك بعضهم أدخل قال من طلق في النفاس فهو طلاق بدعي، ولكن هناك قول آخر اختاره أيضا الشيخ محمد أنه ليس طلاقا بدعيا ولا حرج من الطلاق في النفاس، لأنه يقول لا تعتد المرأة بالحيضة التي طلق فيها، بينما النفاس تعتد يعتبر من وقت العدة. هذا من أيضا الفرق بين النكاء في النفاس الطلاق في النفاس هل يلحق أو لا والله أعلم. ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة. نعم، إن هذا الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا، يعني رجل أقسم ألا يجامع زوجته له إلى حد أربعة أشهر، بعدها لا يجوز، بعدها يقال له إما أن تعود وتكفر عن يمينك إذا كان تعدى الأربعة أشهر، أما إذا كان أربعة أشهر وأقسم على أربعة وتمت فليس عليه كفارة، لكن إن كان علقها أقسم ألا يجامعها يضرب له مدة أربعة أشهر، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وإما أن يطلق. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء أنه إذا تمت الأربعة أشهر لا يقع الطلاق، إنما هو حكم قضائي، هذا الفرق
يعني لا نقول بعد تمام 14 امرأتك طلقت، لا، الصحيح أنه يجب عليه أن يطلق، قد يتأخر يوم أو يومين أو أقل، ويترتب على هذا أحكام كثيرة جدا. فإذا يقول ويجب على المولي بعد التربص، بمعنى أنه إذا لم يعني يفي، أي إن أبى الفيئة، ولذلك تعليق المؤلف دقيق، قال إن أبى الفيئة. نعم. وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا، فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة. نعم، يقصد قيل، أي قيل ويجب، لازم نقدر الفعل هنا، قيل ويجب، طبعا هذا إيضاح ليس من كلام المؤلف، ويجب على من يعلم بفجور زوجته، ولكن أصبح ديوثا والعياذ بالله، من يعلم أن زوجته تقع في الفجور ويسكت فيجب عليه أن يطلقها. بعض العلماء قال أنه يؤدبها إن تابت ورجعت، والله أعلم. فإذا اتضح معنا أن الطلاق يأتي على جميع الأحكام الخمسة، أحكام التكليف الخمسة. بقيت مسألة، هل يستشير الرجل زوجته عند الطلاق أو لا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان طلقها لسبب فيها أي كضرر عليه، هذا لا أحتاج إلى أن يستشيرها، ما في فائدة من الاستشارة، إذا كان لنشوز أو غير ذلك، أو فساد في المرأة أو ترك الصلاة. نعم يخبرها أو يهددها إن لم تصلح فأنه سيطلقها، هذا ليس استشارة، لكن يقول لا، يأتي بيقول هل أطلقك أو لا، لا، قد تقول لا، لا فائدة من الاستشارة. لكن ذكر العلماء نوع من الاستشارة، وهذا وجه جميل، قد يكون أحيانا الضرر على الزوجة والزوجة صابرة، فبعض الناس يقول أنا لا أريد أن أظلم هذه المرأة، فيستشيرها هل يطلقها أو لا، فقد تقول لا أنا أريد أصبر. يعني مثلا رجل مسجون سنوات، فقد يكون عليه حكم سنوات ولا يستطيع أن يأتي بزوجته، هنا قد المرأة يصعب عليها أن تطلب الطلاق، فيستشيرها، إن قالت لا أنا سأصبر وأحتسب، فهذا يصبر عليها ولا يطلقها. أحيانا يكون فيه ضيق في النفقة، وهي في بيت قد توسعوا في نفقتهم، يعني أغنياء وهو فقير، ويشعر أنها في ضيق مع أهلها وحرج، ويقول أنا لا أريد أن أضيق على هذه المرأة، فإذا قالت لا أنا أريدك وأختارك، فهذا مثل هذه استشار. إذا ننظر، قد يكون أحيانا، هذه ليست إلا أمثلة، أن يكون استشارة المرأة في طلاقها محببا، لكن ليس على سبيل، وقد يكون لا، لا فائدة من الاستشارة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة له هو وضرر نتج منها هي. أما إذا كان العكس فقد تكون هي قد لا تحس بما يحس به، بمعنى أنه قد يشعر أنه قد ضيق عليها، وهي تقول لا أبدا أنا متحملة وصابرة وغير ذلك. هذا في هذه الحالة استشارتها يطمئنه ويريحه. أيضا أحيانا قد يكون الإنسان في عيب، يطرأ على عيب، قد يكون أصابه أصبح عنينا، ما يقول لا أنا لا أريد أحرم هذه المرأة لن أستشيرها، يستشيرها إذا اختارته. أحيانا لا يأتيه الولد، أنا أعرف كثير يستشيرون نساءهم، خلاص ثبت أن السبب منه وليس منها، فبعض الناس يطلق يقول أنا أريد أتيح المجال لها، يشعر بحرج معها أن لا يأتيه الولد وهي تريد الأولاد والسبب منه هو، لكن قالوا لا يستشيرها، قد تصبر. وأنا أعرف عدد من النساء مع أناس لا يرزقون، والآن بلغوا 70، بل تعدوا 70، وزوجاتهم معهم، اخترنا أن يبقون معه، أن يبقين معهم، وقال ما نجده وما نريده من الله جل وعلا أعظم، ويعوضنا الله خيرا. ففي هذه مسائل الأولى أن يستشيرها إذا اختارت هذا الزوج، فهذا أولى من أن يطلقها مجرد توقع أو غير ذلك، والله أعلم. نعم. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به، لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، رواه الترمذي. وعنه لا، خلنا حتى لا نطول الشرح شيخ، هذا الآن بدأ مسألة في وقوع الطلاق، قال يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. هذه العبارة
في وجدت عبارة في الزاد يعني أضبط، وإن كانت حتى هذه جيدة. عبارة الزاد يقول: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. ويصح الطلاق طبعا أقصد، قال في الزاد: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. لأن ويقع الطلاق المميز كذا، ويقع الطلاق المميز إن عقل الطلاق، في استدراكات للعلماء في على هذا الكلام. فأيضا أنه يفهم منه، وهذا صحيح طبعا، الحديث الذي ذكر إنما الطلاق لمن أخذ بالساق حديث حسن. أما الحديث الآخر الذي رواه الترمذي فهو ضعيف، الذي رواه الترمذي فهو ضعيف. أيضا معلوم كما قلنا أنه لا يقع الطلاق، وسبق أن أشرت إليه، قبل الزواج لا يقع الطلاق. ولذلك قال: ويقع الطلاق، هنا عبارة الزاد لاحظوا: ويصح من زوج، هنا قال: ويقع الطلاق. لازم نقدر يقع الطلاق من زوج، لأنه إذا لم يكن زوج فلا يقع. لا يقول الرجل: أنت زوجت فلانة فهي طالق، لا قيمة لهذا الكلام. نعم. وعنه: لا يصح منه حتى يبلغ. قال أبو عبيد: هو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكره في الشرح لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا أكمل. وقال في الشرح، قال في الشرح، ما عندك؟ لا، إذن فيه عجيب، ما عندك؟ قال في الشرح: وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر. قال في الشرح، هي ساقطة يمكن من عندكم، ساقطة، نعم. قال في الشرح: وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر، في بعض النسخ ساقطة هذه الجملة. إذن الآن هل يقع الطلاق ممن يعقل وإن لم وهو مميز؟ طبعا دون المميز لا ينظر إلى طلاقه، لكن إن كان مميزا لكنه هو يعقل الطلاق لكن لم يبلغ، فهل يصح؟ في خلاف بين العلماء على قولين، والصحيح أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق. نقول: الصحيح أن الطلاق يقع ولو عمر 10 سنوات أو 12 سنة، ما دام يعقل الطلاق ويفهم الطلاق وماذا يقصد بالطلاق، فالصحيح أنه يقع طلاقه، والله أعلم. نعم. وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة. وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاحي في فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامها. هنا نقف ونقول: يقول طلاق السكران، هنا قال بمائع، لأن السكر الآن قد يكون بمائع، وكما ذكر الشيخ لم يكن بحشيشة، يعني ليست مائعة، مثل الآن كثير من أنواع الأفيون وغيرها ليست مائعة. المائع هو الخمر الذي يشرب. نعم. فبعض العلماء يفرق بينهما وبعضهم لا يفرق في الحكم. وطلاق السكران طبعا هذا حديث ضعيف، هذا الأثر الذي يورد ضعيف، هذا الأثر ضعيف كما سيأتي زيادة بيان. اختلف العلماء في طلاق السكران على 3 أقوال، قيل لا يقع، وقيل إنه يقع، وقيل يختلف باختلاف الشخص، ولذلك يكون حكما للقاضي. كيف باختلاف الشخص؟ قالوا: لو أن رجلا سكر وليست من عادته السكر، سكر ثم طلق زوجته، وزوجته تريده وتاب إلى الله، فهذا لا يقع طلاقه، أخذ بالقول الذي لا يقع. قالوا: وإن كانت الزوجة متضررة من هذا الرجل وتريد الفراق منه لأسباب وسوء عشرته وإدمانه ومع كثرة نصحه فطلق، قالوا فهي فرصة لأن يوقع القاضي تعزيرا له الطلاق، فهي فرصة. هذا قول لبعض العلماء.
وسيبين المؤلف مزيد حتى أرجح بعد قليل. وفي طلاق السكران عندك روايتان يا شيخ. وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي إذا اختلط ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، قاله الشيخ محمد التيمي. هذا الآن الرواية الأولى أنه وقع طلاقه، وهي أيضا قول قوي، يرون أنه عقوبة له لما فعل ولشره، ولذلك يربطونها بقالوا إذا كان سكر بمحرم يعلم أنه محرم، لأن الإنسان قد يسكر بغير محرم. يسكر كيف؟ قالوا لو كان يأكل الطعام فأصيب بغصة وليس عنده إلا مسكر وخاف على نفسه فشرب، يريد أن يدفع اللقمة ضرارا كأكل الميتة ثم طلق، قالوا هذا لا يقع لأنه أصلا لا يعتبر محرما في لهذا الرجل، لأن هذا الرجل إنما أخذها فقط من أجل أن يدفع خوفا من ما يؤثر على ذلك، فيفرقون بين ما كان محرما ولو كان مسكرا، ويفرقون بينها وبين البنج، لأن البنج الآن الإنسان إذا أصيب بالبنج يبدأ يهذي أحيانا، هو في حكم الغائب العقل هذا لا ينظر إليه إطلاقا، ولا يختلف العلماء بأنه لا يقع طلاقه. نعم. وعنه لا يقع طلاقه، اختارها أبو بكر لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن منذر ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي. منصور لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. هذا الآن الآثار التي مرت طبعا في البخاري صحيحة أثر عثمان، وهو أصح ما ورد أثر عثمان أن السكران لا يقع طلاقه، وحقيقة ذكر العلماء سببا جميلا وعلة صحيحة، قال السكر قد جاء الحد حد السكران بالحد أنه يحد شارب الخمر، وقد يكون فيما يسكر أحيانا ليس في حدا فيه تعزيرا، فلا يعذر أيضا في شيء آخر لم يحد يأمر الله به، فأخذوا بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن طلاق السكران لا يقع، ولأنه ثبت وكما قال الإمام أحمد حديث عثمان أرفع وأصح شيء في هذا الباب، بل كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يوقع الطلاق، فلما بلغه أثر عثمان بدأ لا يوقع الطلاق، فأقول إن هذا هو أرجح الأقوال والله أعلم، أنه طلاق السكران مع إثمه فإنه يعاقب بجلده كما في الحدود، سواء قلنا 40 كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو 80 كما أصبح الأمر عليه في عهد عمر، فهذا عقوبته التي عليه. أما ما يتعلق بشيء زائد على ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا، فنقول إذن إن طلاق السكران لا يقع، هذا هو اللي يتماشى مع القواعد، لأنه يتكلم بما لا يعلم، يتكلم بشيء لا يعلمه لا يدركه، فهذه جهة منفصلة الطلاق عن عقوبته بشيء آخر والله أعلم. نعم. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون، طبعا مقصود لا يرفع إلى علي، يقصد حديث علي أصح من حديث علي اللي مر معنا قبل قليل، لأن البعض قد يقول ما هو أثر علي، أو هو الذي مر معنا بالصفحة السابقة في قصته مع عمر، نعم في حديث هو أبرح، فهذا هو المقصود وهو ضعيف. نعم. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ومن به برسام أو نشاف للحديث السابق. هذه كلها يقصد بها فقد العقل، والبرسام قالوا علة يهذي فيها الإنسان، يصاب بعض الناس بعلة تسمى البرسام يبدأ يهذي ما يعلم ماذا يقول، وكذلك قالوا النشاف نوع من الجنون قد يكون سبب نشاف في المخ نشاف في المخ، فكل هذه الأشياء التي تبين أن الإنسان غير قاصد للطلاق أو غير عاقل له، كما قلنا عن الصغير الذي لا يعقل الطلاق أنه لا يقع طلاقه، فكل من إذن طلق وهو لا يعقل ما يقول، حتى الأعجم لو جاءوا له وأعمل عليه حيلة لا يعرف اللغة العربية وقال له شخص
يريد زوجته مثلا، قال قل زوجتي طالق ثم طالق ثم طالق، ثم قال هذا الكلام ما يعرف، قال خلاص بانت منه لأنه بالترتيب ما يبي، لأن ما أدري ماذا قال، ماذا ما يعرف، لأنه لا يعرف اللغة العربية، ولكن لا يقع الطلاق إلا بلغة كل قوم. فإذا كل نقول قاعدة من طلق وهو لا يعقل ما يقول، ولكن حتى الغضبان يعني كما سيأتي إذا وصل إلى حد الاستغلاق فإنه أيضا لا يقع طلاقا. الإسلام يا أخوان هذه قاعدة أصل يا أحبتي، الإسلام يتشوف إلى بقاء عقد الزوجية وليس إلى تفريقها. ولهذا الرجوع دائما للأصول، وأؤكر على طلاب العلم إتقان القواعد الكلية للشريعة وإتقان أصول الفقه، حتى لو لم أحيانا تضبط ماذا قال العلماء القاعدة تضبط لك هذا. فالأصل في الزواج هو البقاء وليس التفريق، عكس التحرير الرقيق العتق، الأصل هو سرعة العتق، هذا الأصل في الشريعة. أي سبب تجده يحاول أن يكون سببا معتبرا أن يكون سبب للعتق، لأن الإسلام يتشوف لماذا؟ للحرية، يتشوف لاعتاق الرقاب عكس الطلاق، فهو يتشوف لبقاء عقد الزوجية، فتجده لا يوقع لا يقع يعني أو يعتبر بدعيا، حتى لا استعجل الحكم في الكلام، في الحيض أو في طهر جامعة فيه أو ثلاث، لأنه يتشوف إلى بقاء، ثم يعطي ثلاث فرص يعني فرصتين والثلاث يذهب، كله حرصا على بقاء هذا العقد، وكذلك السكران أو غير ذلك كما قلنا. إذا ما دام هذا هو الأصل، هو الأصل بقاء عقد الزوجية. وأقول مرة أخرى تأكيدا، هناك من يقول إن الأصل في الفروج هو التحريم ولك يبادرون بإيقاع الطلاق، أقول لا، الأصل في الفروج التحريم قبل أن يعقد عقدا صحيحا، أما إذا عقد عقدا صحيحا فالأصل هو الحل. ولذلك كما قال العلماء اليقين لا يزول بالشك، من أكبر القواعد الشريعة ومن القواعد الكبرى الخمسة والست أن اليقين لا يزول بالشك. فأنا عندي يقين أن هذا الرجل قد عقد على امرأة عقدا صحيحا، إذا لا أفرق بينه وبين زوجته إلا بسبب صحيح معتبر. ما يقول بعض الناس إذا شك يقع ما يقع قال يقع، لا يا أخي الكريم، ثم يقول إن الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم قبل أن يعقد عليها، أما قد عقد عليها فأصبح زوجها يقينا فالأصل هو البقاء. إذا نعيد الأمور إلى أصلها، يساعد المفتي في ضبط الفتاوى. وهكذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحل مشكلات كبرى بالطلاق، يعيدها إلى أصلها، لأن الأصل هو بقاء العقد، ما وجد لذلك مخرجا، والله أعلم. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أيضا: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ولا طلاق ولا عتق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه. وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. هذه مسألة الآن وهو المكره. يقول المؤلف: أول الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حسن، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أما الحديث الذي بعده فضعيف، أو قصة عمر. والمقصود يشتار عسلا أي يجتني عسلا، يجني عسلا، يشتار عسلا أي يقطف عسلا أو يجني عسلا. وقال فقالت، لأن بعض النسخ فقال، الصحيح فقالت طلقني، فقالت لتطلقني ليس لتطلقها، يعني لتطلقها غامضة العبارة، مع أن الأثر ضعيف لكن لابد أن نعدل النص. فقالت لتطلقني أي طلقني، لتطلقني ثلاثا. فالمسألة أيها الأخوة هو الإكراه. يقول المؤلف بضبط النص بدقة: ولا ممن أكره، لاحظ إكراه، أكرهه قادر، الشرط الثاني إكراه، قادر على تنفيذ ما أكره به ظلما،
أي أن يكون مظلوم، لأن الإكراه أحيانا بحق يقع، يعني القاضي أحيانا يكره الزوج على طلاق زوجته بحق، هذا يقع، لكن لكان ظلما أيضا. الشرط الثالث الرابع بعقوبة، أي هدده بعقوبة أو تهديد على قادر على فعله له أو ولده أو ماله. إذن هذه خمسة تقريبا كلها إذا ثبتت فإن الطلاق لا يقع، فيكون أن يكون المكره قادرا على تنفيذ، وليس رجل شخص يهددك ولا يستطيع أن يفعل شيء. إذا كان يهدد ولا يستطيع أن يفعل فلا يعتبر إكراهه، فلا تستجب له. الثاني أن يغلب على ظنك حتى لو كان قادرا أنه ليس يقصد فقط من باب التهديد دون الفعل، أنك توقع أن فعلا يتوقع الإنسان سيفعل، لديه سلطة أي لديه إمكانية أو لأي سبب، فإنه يطلق في هذه الحالة. فإذا ذكر العلماء هذه الشروط، فإذا وقع ذلك الطلاق بهذا الإكراه بهذه الشروط، أكرهه من هو قادر على عقوبته ظلما أو هدد تهديدا يمكن أن يقع، فلا يقع الطلاق. ولذلك قال هنا والإغلاق من معاني الإكراه، من معاني الإكراه، لأنه قيل هو ما أن أغلق عليه قلبه أم عاد للغضب. بعض العلماء استدل بهذا الحديث للغضب، واستدلوا به أيضا بأنه الذي فقد عقله، واستدلوا به على عدة معاني كلها في النهاية فهو المكره، لكن حملوه هنا على المكره، فهو أي ضيق عليه ومكره على الطلاق. وهكذا كان أفتى الإمام مالك في مسألة المعروفة في عدم وقوع الطلاق في بعض المسائل تتعلق مع الخلفاء. فهذا ما يتعلق. فالصحيح أنه إذا كان الإكراه حقيقيا والمكره قادر على تنفيذ ما أكره عليه وهو إكراه ظلما، فنقول لا يقع الطلاق، وله صور كثيرة حتى صور معاصرة الآن يفتي فيها بعض العلماء أنه لا يقع طلاق الإنسان وغير ذلك، لا أريد أن نفصل فيها كثيرا. بقيت المسألة الأخيرة ونقف عندها. طيب، حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه. طيب، إذا كان الطلاق في نكاح مختلف فيه فهل يقع أو لا؟ فنقول الطلاق على ثلاثة أقسام أيها الأخوة. طلاق متفق على نكاح متفق على صحته. ما حكم طلاق في نكاح مختلف فيه؟ أعيد، حكم الطلاق من طلق في نكاح قد اختلف فيه. الطلاق أيها الأخوة فرع عن النكاح. إذا نرجع للنكاح، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ فإن كان الطلاق وقع على نكاح في نكاح متفق عليه فإنه يقع ولا إشكال في ذلك، فإن الطلاق يقع بدون إشكال. المتفق على بطلانه كمن تزوج أخته دون علم أو ابنته أو من أحد من محارمه لا يعلم، قد يقع هذا الأمر دون يعلم الإنسان، قد تكون في مكان بعيد جدا ولم يعلم أنها، ثم اكتشف فيما بعد أنها سواء في الرضاع وهو أكثر ما يقع الرضاع الذي فعلا تم أو في غيره خمس رضعات. فهذا في الصحيح قالوا إذا كان متفق عند العلماء على بطلان أصل النكاح فلا يحتاج للطلاق، فإنه أصلا يفارقها بدون طلاق. لكن الإشكال يقع في المختلف فيه على حالتين. يقولون أن يرى المتزوج صحته، أن يرى المتزوج صحة زواجه. مثال، شخص تزوج امرأة بدون ولي، نحن أخذنا أنه لا يصح الزواج بدون ولي وهو نكاح باطل، لكن قد يكون كما عند الأحناف أو غيرهم أنه يجوز بدون ولي، فهو يرى صحته، فالصحيح أنه يقع طلاقه، أنه يقع طلاقه في هذه المسألة، فلا إشكال في هذا الأمر. أو ممن يرى مثلا أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات وليس خمس، فهو إذن نقول إن طلاقه في هذه الحالة يقع. الثاني أنه لا يرى المتزوج صحة النكاح، فإذا اختلف فيه هل يقع الطلاق أو لا، فإنه لا يرى، يقول هذا المتزوج لا يرى أصلا صحة النكاح ووقع خطأ وتزوجها فيما هو مختلف فيه. نعكس المسألة، شخص تزوج امرأة واكتشف فيما بعد أنها خمس رضعات، أو العكس،
فإن هنا قال اختلف العلماء في ذلك، قالوا والصحيح نعم أنه يقع الطلاق. لماذا هذا الكلام؟ قالوا لأننا لو أخذنا بقوله أو بحكمه فقط، قد يأتي شخص آخر يريد أن يتزوج هذه المرأة والرجل فارقها بدون طلاق، ولا يستطيع هذا أن يتزوجها، لأنه يرى أن أصل زواجها صحيح، أن أصل زواجها صحيح. فهذه مسألة في غاية الدقة. فإذا نقول له أن طلق في مثل هذه المسائل خروجا من هذا الخلاف حتى لا يحجزها على غيره، والله أعلم. هذا باختصار شديد، لأنه قد يقول أنا أصلا لا أرى صحة النكاح، فلماذا أطلق؟ نقول غيرك يراه. فلو جاء شخص يريد أن يتزوجها قال أنا ما أقدر أتزوجها لأن في ذمة رجل، وأنت لم تطلقها، أن ترى فراقها بدون طلاق لأنك ترى أن أصل الزواج حرام لم يقع، نقول غيرك لا يرى أن الزواج صحيح، فلن نستطيع أن نقدم عليها لأنه يرى أنها لا تزال في ذمتك، وهذا معنى دقيق. فنقول له طلق ولا تخسر شيء حتى تتيحها لغيرك، ولا يكون في نفس الرجل المتزوج حرج، والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.